ضروري أن نتجه إلى واشنطن حيث مراسل أكسترا نيوز كريم يسري. كريم لك التحية، هل نكون مخطئين في سؤالي بالطبع لو اختصرنا الحديث عن انتخابات التجديد النصفي ضمن فوائد هذه الزيارة؟ وإن كان لديك المزيد أنا مستعد للاستماع. نعم تامر، ربما يعني اليوم الصحافة والإعلام الأمريكي فند أهداف زيارة بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط. الأهداف المعلنة بالتأكيد هو مناقشة الملف النووي الإيراني مع الجانب الإسرائيلي وأيضا مع الجانب العربي في قمة جدة. وهناك أيضا أهداف متعلقة دعم مواجهة التغيرات المناخية ودعم أيضا الاستثمارات في ريادة الأعمال ويعني مناقشة أمن الطاقة، وذلك من خلال أيضا القمة الرباعية مع إسرائيل والإمارات وأيضا الهند. الأهداف غير المعلنة بالتأكيد هو محاولة الرئيس جو بايدن الضغط على الدول المصدرة للنفط أو المنتجة للنفط بزيادة إنتاجها بشكل أكبر لتقليل الأسعار، وبالتالي يؤثر ذلك على شعبيته في الداخل الأمريكي بعدما وصلت نسب التضخم إلى 9.10% تقريبا، وبالتالي يحاول تخفيض الأسعار قبيل الانتخابات النصفية في نوفمبر القادم. أيضا من ضمن الأهداف غير المعلنة هو محاولة التأثير على الهند والتي أصبحت علاقاتها مع روسيا خاصة على مستوى استيراد النفط علاقات تهدد ربما المصالح الأمريكية الأوروبية. خلال شهر مايو تقريبا استوردت الهند من الجانب الروسي ما مقداره 18% من إجمالي الخام الروسي، بينما قبل ذلك في يناير بداية هذا العام كانت تستورد ما مقداره تقريبا 1%، وبالتالي هناك محاولات للضغط على الهند من أجل التأثير على علاقاتها الاقتصادية مع روسيا. وربما منذ عدة أيام خرج وزير الشؤون الخارجية الهندي وتحدث سيد جاي شانكر وتحدث بأن الهند تحاول تأمين احتياجاتها ومصالحها الاقتصادية من خلال استيراد النفط الخام من الجانب الروسي بأسعار أقل من الأسعار العالمية، وبأن العقوبات المفروضة على إيران وفنزويلا من جانب الولايات المتحدة تؤثر على استيراد الهند من تلك الدول، وبالتالي يتم الاتجاه بشكل مباشر إلى روسيا. أيضا من ضمن الأهداف غير المعلنة بالنسبة للجانب الأمريكي بالنسبة لجو بايدن هو محاولة كسر الجليد بين العلاقات الأمريكية السعودية، والتي ربما على مدار عام ونصف العام كانت العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ليست كالمعتاد على مدار 80 عاما قبل ذلك، وبالتالي يحاول الرئيس جو بايدن كسر الجليد في العلاقات المشتركة بين البلدين. ربما فند ذلك في مقال أصدره في صحيفة واشنطن بوست، ذكر فيه بأن ذكر فيه بأنه يحاول دعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. ألم يسأل كريم في هذه البوليسي كان لها تقرير متعلق ب كريم قبل مغادرة هذه الجزئية، لم يسأل الرئيس جو بايدن في هذه التصريحات لماذا اتخذ هذا الموقف مع المملكة العربية السعودية؟ وبالآن هناك إجبار على أن يغير هذه السياسة نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، هل هناك إجابة على هذا السؤال؟ ما الذي دعاه في البداية إلى تكوين هذا الانطباع حتى قبل أن يصل إلى البيت الأبيض؟ بالطبع هناك إجابة تامر، وهو أقصى اليسار في الحزب الديمقراطي أو في بالنسبة للمجتمع الأمريكي بشكل عام، الذي كان ينتقد بعض الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي كان يحاول بايدن قبيل الانتخابات وفي خطاباته الخاصة بترشحه للرئاسة الأمريكية أن يستميل تلك الفئة، وهو نجح في ذلك بالفعل وساهم ذلك بالتأكيد في فوزه على الرئيس جو بايدن. الآن بايدن في مأزق اقتصادي داخل في الداخل الأمريكي، هناك نسبة تضخم مرتفعة للغاية، هناك بالتأكيد ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، والسبب الرئيسي في ذلك هو ارتفاعات الوقود والتي ازدادت على أساس سنوي 60% مقارنة بالعام الماضي، وبالتالي العقوبات التي أصدرت من الجانب الأمريكي الأوروبي على روسيا صداها هنا في الداخل الأمريكي وأيضا في الداخل الأوروبي بالنسبة لارتفاعات الأسعار، وبالتالي يحاول جو بايدن إنقاذ
يعني شعبيته في المجتمع الامريكي التي انخفضت على مدار الفتره الماضيه، خاصه الثلاث اشهر الماضيه منذ العمليات، بدايه العمليات تقريبا منذ يعني اكثر من ثلاث اشهر منذ بدايه العمليات العسكريه الروسيه على اوكرانيا. السبب الرئيسي في ذلك هي الاوضاع الاقتصاديه، لذا يحاول جو بايدن بشتى الطرق وبمعاونه الاداره الامريكيه الحاليه تخفيف وطأة ارتفاعات الأسعار المستمرة على المجتمع الأمريكي. وربما بعد صدور التقرير من وزارة العمل الأمريكية الذي ذكر بأن نسبة التضخم وصلت إلى 9.1%، ذكر بايدن في تغريدات له على موقع تويتر بأن يعني على مدار الفترة الماضية انخفضت أسعار النفط عالميا بمقدار 20 دولارا، بينما انخفضت أسعار الوقود في المحطات في الداخل الأمريكي فقط بمقدار بين 40 سنتا و 60 سنتا، وهذا يعني غير عادل، ويجب على شركات النفط أن تراجع يعني سياساتها. وذكر أو وجه أيضا حديثه أو تصريحاته إلى الكونغرس الأمريكي وطالب منهم التصرف حيال هذا الأمر. نعم، كامل التحية لك كريم يسري، شكرا لك إذ كنت معنا عبر هذا الاتصال من العاصمة الأمريكية واشنطن.